وزارة الزراعة كشفت في تقرير ليها بشأن صادرات منتجات الخضر والفاكهة، واللي وضح ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية الموسم التصديري في يناير الماضي ولحد 11 من الشهر الحالي، وبلغت ما يقرب من 3,500,000 طن. وجاري الشحن والتصدير لجميع دول العالم. كمان بتواصل وزارة الزراعة التنسيق بين الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية.